يومكم سعيد، كله خير وفل وصحة وستر ونور وكل الحاجات الحلوة دايما، كل الأمنيات القمر لمشاهدي الستات. والحمد لله، الحمد لله على الحمد لله، ويا فرج الله. بوادر انفراجة في أزمة الكهرباء بعد حالة الغضب الكبيرة اللي شهدتها مصر امبارح على مواقع التواصل. الرئيس السيسي تدخل ووجه الحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل ليها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن إن شاء الله يا رب. من جهته رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماع مع دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عشان يشوفوا حل لمشكلة انقطاع الكهرباء وطريقة تخفيض فترة تخفيف الأحمال، ويا رب تتلغي خالص. وفي أنباء عن إن هو هيكون في استجابة لآلام الناس يا رب إن شاء الله، وتقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وإن يكون هناك انفراجة أكبر من أول يوليو يا مسهل. معنى كده إن الحكومة اعتذرت للشعب، وإحنا بنقبل الاعتذار بس يكون الاعتذار ده معاه إجراءات تنفيذية. دي أبرز التصريحات اللي قالها رئيس الوزراء، أعتقد أن أنا كان معايا نسخة منها. هو بيقول أجدد اعتذار الحكومة للشعب المصري عن قطع الكهرباء، وإن هو هيستقبل رسائل أو استقبل رسائل شكاوي قطع الكهرباء ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية. لا، سيتم إنهاء أزمة الكهرباء في نهاية العام، ولا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل، ولكنها أزمة تدبير وقود، ونشعر تماما بمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء. ده اللي قاله رئيس الوزراء، وقال إن ابتداء من الأسبوع اللي جاي هنبتدي المحلات هتقفل 10 مساء ما عدا السوبر ماركت، وان شاء الله يعني كلها تحركات مطمئنة. طيب، هو كل ده حصل استجابة ليه؟ كل ده حصل لان احنا الشعب الوحيد اللي بيسخر من همومه وبيحول اي حاجة عنده لسخرية، لدرجة ان لو السخرية دي صناعة كنا هنبقى من أسرى الأسرياء. الحقيقة امبارح الشعب المصري نكت وأقصى همومنا تفجروا السخرية على رأي عمنا سيد حجاب. ليلة امبارح كانت أشبه بليالي الستينات، كأن احنا بنرجع تاني لمبة الجاز وطلبة الثانوية العامة، بس كان الفرق ان هم بينوروا شمعة. كمية الصور اللي انتشرت على فيسبوك امبارح لمدرسين بيذاكروا للطلبة المراجعات النهائية على ضوء الكشافات والشموع رهيبة، والكشاف بيقعد ساعة بكتير، فهم كملوا في بالشموع. وليلة امبارح ما جانيش كهرباء، وعلى رأي عمنا سيد مكاوي ليلة امبارح ما جانيش نوم، ليلة امبارح ما كانش فيه نور، وفي راجل كتب ان هو نزل يشتري فينو من منطقته لا اكتر من قهوة قاعد عليها مجموعة طلبة قرروا ينزلوا يذاكروا في الشارع عشان منطقتهم النور قطع فيها فوق الاربع ساعات. ليه كل ده؟ وفي بوست تاني حد كان عامل واحدة بتدور على بيت بيستضيف بنت يتيمة من معارفها تذاكر في ليلة الامتحان لان النور بيقطع بالليل سبع ساعات. بس مش مهم كل ده، مش مهم الناس والحر، ومش مهم، المهم ان الاجهزة اتحركت. والاسوأ بقى، الاحلى ان الاجهزة اتحركت والوزارة اعتذرت، لكن القصة ان الاجهزة اتحرقت ومحصل كهرباء اتحبس في اسانسير عشان النور قطع. النور بيجي اكتر من مرة في اليوم ومن غير توقيتات محددة، فبالتالي الأجهزة اتدمرت، والأكل طبعا
بيترمي يعني اقتصاديا انت متضرر، نفسيا انت متضرر، صحيا انت متضرر. ف يعني دي كانت مشكلة كبيرة. وإحنا كمان في أيام امتحانات ثانوية عامة والطلبة في عرض ساعة يلموا فيها الدنيا، انتوا عارفين إن إحنا المصريين وثقافة الوقت بعد الضايع، مش حتى الوقت الضايع، إحنا بعد الضايع. فهم بيحاولوا بإيديهم وسنانهم إن هم يلحقوا أي حاجة، فلما الكهرباء بتقطع مش الحياة بتقف، النور قطع، يعني الحياة قطعت، ما بقاش فيه حياة، النور يساوي حياة. بس مش مهم، المهم ان الحكومة اعتذرت وانتبهت. طبعا كل اللي فات ده مهم، واكيد ناس متضررة وناس تعبت والاجهزة اللي اتدمرت والاكل اللي اترمى، كل الحاجات دي اكيد كان لها صدى ان الحكومة تنتبه وان الرئيس السيسي يوجه الحكومة والحكومة تبتدي تعتذر. ونرجع نقول طيب في ناس بدأت تقول يعني حرام ده بؤس البؤس، يعني طب رجعونا طيب لساعة واحدة. طبعا كمية كوميكس تريقة ان احنا بقينا متقبلين وراضين بالسيء خوفا من الأسوأ. انا عندي واحدة صاحبتي كانت تقول لي انا بخاف اقول ان النور ما بيقطعش لا تحسد، وفي كوميكس كده جايبين صوره لعادل امام بيحط ايده على ايد طفل اللي هو بيقول النور ما بيقطعش. فانا عايزه اقول لكم كميه الناس اللي ما كانتش بتقول ان النور بيقطع عندها خوفا من الحسد كبيره جدا وكتيره جدا. فهو هم اتحسدوا حتى وهم بيخفوا وما بيقولوش ان النور ما بيقطعش عنده. نادر عباسي قال اقتراح، انا اعتقد ان الحكومه تقريبا البيان بتاع الحكومه المسقر الكبير نادر عباسي بنمس عليه، قدم اقتراح هايل اعتقد شبه اللي رئيس الوزراء قاله، ان هو كتب على صفحته طب ما تقفلوا اعلانات الشوارع بالليل. انا يمكن امبارح قلت لا، هي اعلانات الشوارع مش في نور منور يا جماعه في الطرق بالنهار، في طرق كتيره جدا بالنهار النور منور. فهو كان بيقترح ان احنا نقفل الاعلانات بالليل، بس بتهيألي الطرق هتبقى ضلمه قوي. نقفل المحلات من بعد 10، اعتقد هم ده اللي هم هيعملوه لان ده بيحصل في اوروبا. ولو ان القاهره ميزتها انها صحيه وحيه وطول الوقت كده انت في حالة من الوهج واللياقة، ففكرة ان انا ابقى الشوارع مطفية والمحلات قافلة دي برضو محتاجة برضو دراسة شوية، لان احنا عندنا موسم سياحة. وننبه تاني ان في جزء مهم يمكن هما ما بيكتبوش او احنا ما بنشوفش كتاباتهم، هما موجودين في مصر مش عايشين في فنادق، لان هما ليهم بيوت هنا. مصر هما مصر هي وطنهم التاني هنا، فهم موجودين هنا. ففكرة هم موجودين هنا والنور بيقطع بالثلاث ساعات، ما الناس دي هتمشي، الناس دي مش هتقعد، والناس دي مصدر دخل كبير للسياحة وعندهم حب كبير لمصر أكتر من المصريين نفسهم. فلازم نروح، لازم نفكر في القصة دي، لأن هم موجودين يعني في عملة صعبة، والعملة الصعبة احنا محتاجينها عشان الكهرباء. فلازم كل ده يبقى في 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 الخريطة بتاعتنا واحنا بناخد القرار. عندنا نسبة سياح عرب ونسبة أشقاء عرب كتير جدا موجودين في مصر مش عايشين في الفنادق، لأن عندهم بيوت في مصر، فهم عايشين في بيوتهم في مصر. فلما انت هتعمل فيهم كده هم هيروحوا تركيا أو هيسافروا أي حتة تانية واحنا هنخسر. فلازم القصة ليها أبعاد كتير والدايرة فيها تفاصيل كتيرة جدا. فنتمنى أن الناس اللي بتشتغل على هذا الملف ياخدوا بعين الاعتبار كل الأبعاد بتاعة المشكلة، مش بس على المصريين ولكن على ضيوف المصريين اللي هم مصريين اكتر مننا، واللي احنا ما بنعتبرهمش ضيوف، هم اهل بيت. فلازم ان احنا مراعاه كل هذه الظروف، وربنا يكتب الافضل يا رب ان شاء الله، ويا رب الحر يهدى، ويا رب النور ينور، لان ولكم في النور حياه اكيد. يعني نور زي ما نور العقول بيفرق ما بين
الكائن اللي ربنا خلقه في صورة إنسان وبين أي كائنات أخرى هي العقل. فالنور هو العقل، يعني النور هو المخ، هو البصيرة، هو البصر. فالحياة من غير نور مش حياة. إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله، واللي جاي أحلى، نتفائل بإذن الله.